ليليا كانت عندي في العيادة، كانت عملت عملية حول. والله ما شاء الله يعني جميلة، منورة الكادر بتاع القمر يعني على الصورة فرق خالص، كبير صراحة فرق دكتور. كبير. طب بص عليها كده نقول يلا الحمد لله، احنا عملنا العملية بقالها قد ايه؟ سنة تقريبا، تقريبا سنة. من سنة الحمد لله، وعينيها جميلة ومعتدلة، نقدر نشوف صورتها قبل وبعد كده. امسك دي كده لولو، يلا امسكها لولو. دي كان صورتها فوق نفس الحول تقريبا بتاع الحمد جمانة، لله، عينيها رب طلعت من بره، العالمين فضلك، الحمد ربنا لله. يخليك وتحت كانت عينيها اتعدلت، وكانت عندي تكلمي في بقى عن العيادة. الفرق كبير بعد العملية. كتير دكتور، اجتماعيا فرقت معي يعني صراحة، وحتى بين الأهل، بين يعني مناسباتها هي كمان، كتير الحمد لله كتير هي فرقت. نفسها فرق معاها ولا انتوا؟ يعني زمان سمعنا مامتها كانت بتقول انها فرقت معاها اجتماعيا وفي المناسبات، وكانوا الاول بيتكسفوا يصوروها، بقوا فرحانين بعد ما صوروها. وانتوا نفسيا هي يعني، هي صراحة، ونحن طب الأهل هي وهي نفسها، هي ازاي بقى الاثنين يعني، استفادوا. كانت بسمع كلام، كانت طبيا يعني هي تتضايق اكثر شيء من يعني من العيون، بعدين لما بتشوف هيك رفقاتها يعني كان يزعلني هذا الشعور في اعياد ميلادها في صورها، اما هيك لا الله. الحمد لله. يعني حاسه فرق كبير في صورها قبل هي وبعد كفاءة طبعا العملية وفي أداء في جميل قوي المدرسة. اكيد. نشوف الحوار ده موجود.